الدولار يواصل الانهيار في السوق السوداء حقيقي 100%. بس السؤال، تأثير هذا الانخفاض على السلع والخدمات والعقارات؟ ومعانا على التليفون أستاذ جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة. أهلا 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 اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، ازيك؟ المره دي احنا الاثنين فرحانين صح؟ اكيد اكيد. ازاي الصحه؟ كله حلو؟ نشكر ربنا الحمد لله. يا رب دايما يا رب كل الشكر. امتى نحس كمستهلكين بانه السعر هدي؟ يعني اللي عايز يشتري ثلاجه، اللي عاوز يشتري تكييف، اللي عاوز يشتري مكوى غساله الى اخره. شوف يا استاذ يوسف، الاول عايز اضم صوت لصوت حضرتك وفرحتي لفرحتك، لان انا عندي ثقه كامله في القياده السياسيه عندنا في مصر، وكنت متاكد وعلى يقين انها تتوجد حلول اقتصاديه تحل المشاكل اللي جايه، لان احنا اولا عندنا اقتصاديين وعلماء اقتصاد من المستوى الرفيع، ونشكر ربنا ان الامور تبقى كويسه الحمد لله. الحمد لله. امتى تنزل الاسعار؟ الاسعار اكيد هيحصل فيها تغيرات في الفتره القادمه، ولكن هتمشي على مراحل. على الأقل أنا في وجهة نظري الشخصية هتاخد حوالي 3 شهور. أولا أنا لسه سامع حوار إن السيد رئيس الوزراء بيتكلم في سعر الصرف إنه لازم يتم توحيده، وهتبقى في البنوك في تعديلات فيه. الكلام ده هيتم في خلال أيام قريبة جدا، ودي بداية انضباط السوق، يعني نقدر نقول ألف ب انضباط السوق سعر الصرف، وده ان شاء الله هيتم في وقت قريب قوي قوي يعني. حلو. الحاجة التانية، المواطن هيبتدي يحس بالفرق في انا ليه بقول 3 شهور؟ لأن النهاردة المستورد لسه ما عملش موافقات استيرادية، لسه ما بعتش يجيب اللي هي مستلزمات الإنتاج، لسه ما اشتغلش. على ما يبتدي يشتغل ويبتدي يعمل الأمور دي هتاخد حوالي 3 شهور، ده في وجهة نظر الشخصية يعني. أوكي. يبتدي العروض تبتدي تتوالى العروض، يبتدي يقل السعر تدريجيا، ان شاء الله الامور تنضبط على في وقت قريب، يعني مش هتتعدى كده يعني. طيب هنا يعني خليني هبقى مباشر جدا. المستورد جاب الحاجه اللي موجوده في السوق دي من 4 5 اشهر، مش هقول من 6، وكان وقتها السعر عمليا 48 جنيه زي بتاع دلوقتي. لما المستورد او التاجر بيرفع السعر، انا بتفهم جدا انه اجراء تحوطي، لانه بيبقى قلقان، ما انا هشتري يمكن بغالي او اغلى او اغلى، فباخد الاجراء التحوطي. اذا السؤال، طالما انا استوردت على سعر 48 او 49 ودلوقتي هو رجع تاني لل 48 وال 49، ما بيع بسعر حنين من دلوقتي، ليه هستنى 3 شهور؟ انا جايب الحاجه رخيصه، كنت برفع السعر عشان الاحتياط واجب، دلوقتي لا داعي للاحتياط، خلاص انا عارف انه رئيس الوزراء طلع توجيهات بالافراج عن الحاجه اللي في المينا، عارف ان الفلوس داخله خلال اسبوعين، فانا كده 100 فل. شوف يا استاذ، المستورد او المصنع بيشتغل على اسس معينه. السوق اولا اختلف تماما، احنا عندنا من 1/2 حاله ركود وصلت ل 60%. والحاله دي هتستمر كمان لمده 2 3 اسابيع او لحد دخول عيد الام، هتبتدي حاله الركود تبقى توصل ل 70% لحد ما نبدا في عيد الام نبتدي نشتغل على الرفايع بتاعتنا. المصانع بتبقى عندها التزامات ثابته، عنده صح. مرتبات ثابته، عنده كهرباء، عنده مكن، عنده اداره، كل الكلام ده ثابت. عدد البيع لما بيقل هو بيضطر يزود نسبه الربح عشان يعوض فاقد الكميه اللي كان بيعملها. جميل. بمجرد دخول مستلزمات الانتاج هتدي له وفره، يعني انا النهارده لو بميع 100 قطعه وكل قطعه بتكسب مثلا 100 جنيه يبقى انا كسبت مبلغ قد كده. تخيل لو انا ببيع 50 قطعه بس، يبقى انا نص الكميه. طيب. قلت يبقى انا عايز ابيع بقى 150 قطعه، يعني هستخدم نظريه فريد شوقي الله يرحمه في يا رب ولد. انا ابيع رخيص، ابيع كتير اكسب اكتر. ما هو فين البضاعه اللي تديني ابيع كتير؟ هو ما عندوش مستلزمات انتاج تكفيه. انا ليه بقول لحضرتك المواطن مش هيحس غير بعد 3 اشهر؟ على ما تبتدي تدخل دفعات مستلزمات الانتاج القادمه، الدفعه اللي هتيجي في مستلزمات الانتاج ويبتدي البنك يضبط سعر الصرف، هيبتدي عنده بضاعه، هيبتدي بقى ينتج، بدل ما كان بينتج 50 هينتج ال 100. طيب ما انا عايز اخرج البضاعه اللي عندي، طالما في حاله من حالات الركود
وحضرتك ادرى مني، حضرتك في النهايه خالص يعني شهبندر التجار زي ما بيقال، ده حقيقي. اذا انا اطلع اللي عندي اخلص وافرده في السوق واحقق برضه نسبه ارباح وكل حاجه، بس انزل بالسعر عشان اخلص اللي عندي واللي جاي خلاص. ما انا قبل كده كان في حاله عدم يقين، النهارده في يقين، فما فيش اي داعي للقلق. استاذ يوسف، الفتره اللي فاتت دي حصل سحب جارف للاجهزه الكهربائيه. ماشي. اولا اخواتنا من السودان اللي جم شرفونا، ايوه، خدوا كميه لا تقل الحصه بتاعتهم من 10 ل 12% من السوق المصري من الاجهزه الكهربائيه. وكان المصريين خوفا من زياده الاسعار كانت بتشتري وتركن وتخزن. اوكي. فاصبح ما فيش البضاعه اللي حضرتك تقصدها انه يبقى انه يبيع، هو ما عندوش كمية البضاعة. أنا مش عايز أقول لحضرتك في مصانع شبه متوقفة. أنا عارف ده، يعني في مصانع كبيرة كده، لكن كمان في بضاعة موجودة عند كتير من التجار. يعني وأنا سألت، يعني عارف حضرتك اللي هو بعمل الواجب بتاع اللي هو بمسك التليفون أعمل سيرش وأروح متكلم، عندك تلاجة كذا؟ آه عندي. طب ما هي عندك، ما تبيع، ليه رفع السعر مش عاوز تنزله؟ عندك التكييف الفلاني؟ آه عندي. طب ما تبيع يا عم. هيبيع غصب عنه بقى الفترة الجاية، هيبيع غصب عنه. أنا عايزه يبيع بمزاجه ويكسب. هو دلوقتي ما بيبيعش برضاه، لكن حضرتك في الفترة الجاية بمجرد ما عجلة الإنتاج تشتغل هيبيع، وهيبتدي هو يدور على إنه يعمل عروض أو يخفض أو يبتدي ينزل. هو حضرتك الطبيعة البشرية كده. اتوصوا بينا يا جورج بيه والنبي خلال الفترة الجاية. يا فندم صدقني، أنا شخصيًا من خلال منبرك المحترم اللي أنا بحبه، ربي يخليك يا رب، وبأمانة وبصدق يعني أنا فعلًا بناشد زمايل التجار، احنا في مرحلة اقتصادية كانت صعبة، فالمفروض ان احنا نتكاتف مع الدولة، صح، مش بنبقى ضدها، صح، والمفروض فعلا نراعي الظروف. احنا زي ما الحاجة بتغلى عليا هي برضو بتغلى على المستهلك نفسه، وكلنا عاوزين نبيع وكلنا عاوزين نشتري وكلنا عاوزين نكسب. انا بشكرك جدا 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 على هذه الروح وعلى هذه المناشدة. اشكرك جدا استاذ جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة. طيب.